السلام عليكم، معاكم أخصائي التخاطب هشام سليمان. أهلا بيكم في حلقة جديدة، هنقدم موضوع جديد، استنوني. السلام عليكم. في جوجل عاملة حاجة حلوة جدا، جوجل 3D Animals. هي فكرتها ان هما بيعرضوا الحيوانات 3D مجسمة، فدي ممكن نشتغل بيها مع أولادنا ونستغلها حلو جدا. ممكن تعمل سيرش مثلا جوجل 3D Animals او باسم الحيوان، مثلا هتكتب اسد هيطلع لك الاسد كده اهو، هتلاقي فيه view in 3D، هتخش عليها هيبدأ يحمل يطلع لك الاسد، تبدأ بقى تتكلم عن الاسد، الاسد بيعيش فين، بص الاسد عنده عين عنده ديل. ممكن كمان نقرب، الاسد عنده شعر. نشتغل على بعيد وقريب، في اكتر من فكرة. كمان هنلاقي مثلا البطة من الحيوانات القريبة يعني، او الطيور القريبة للبيئة بتاعتنا، برضو نفس الفكرة. نبدأ نقلب صوت البطة كصوت واقعي، البطة بتعمل ايه، ويبدأ يوصف اللي هو شايفه دلوقتي. البطة بتاكل مثلا، البطة بتعيش فين. كمان في هنلاقي الكلب، هنلاقي الحصان برضو view in 3D، برضو نفس الفكرة. نبدأ نقرب، يقلد صوت الحصان، يحاول ان هو يقلد، مش شرط ان هو يعمل الصوت بالتحديد. كمان القطة، يبدأ يتفرج عليها وهي بتلف ويشوف هي بتعمل ايه، ويبدأ يوصف مثلا. دي هتبقى مفيدة جدا للأطفال من سن صغيرة كمان، يعني عشان بيبقوا مرتبطين بالموبايل، واحنا بنمنع طبعا الموبايلات، فممكن ندي حاجة زي كده هو يبدأ ان هو يتفاعل معها شوية، ان هو يبدأ ان نسمي واحنا قاعدين جنبيه، ويبدأ ان هو يقلد صوت القطة. نبدأ نقرب، نورين عين بق ودان رجل. السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب اخصائي التخاطب هشام سليمان. ان شاء الله هتلاقي كل الاجابات اللي نفسك فيها في مجال التخاطب والتربية الخاصة. تقدر تسيب سؤالك في كومنت تحت اي فيديو، وان شاء الله اقدر اجاوب عليه. وما تنساش تعمل سبسكرايب وتدوس على الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، وشكرا ليكم.